الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي، الناس اللي طلقوا هاد الإشاعات على ولدي بأنه انتحر أو هادي أو طردوه من الدراسة ديالو أو إشاعات، ولدي مات موتة سكتة قلبية. طلعوا جا الأمن جا الإسعاف، طلعوا لده الغسالين، داروا له التشريح، وقف عليه وزير التعليم، وقف عليه ديال الكلية، عامل الكلية، الأمن الوطني، كل شيء وقف. وهاد الإشاعات كلها راه ما كاينش منها. ولدي كان صحيح، نهار الصبح صلى وطلع وصاد الصف مع الإخوان ديالو، ما وصلتوش النوبة باش غادي يقولوا راه مطرود أو عنده شي حاجة. وهادشي قدر الله، جاتو سكتة قلبية وطاح وتوفى، وإنا لله وإنا إليه راجعون.